مساء الخير. هل تذكرون ماذا فعل الإخوان المسلمون في سوريا أثناء حرب غزة عام 2009؟ سأذكركم. أصدروا بيانا قالوا فيه إنهم قرروا تغليق الأنشطة المعارضة للنظام مراعاة للحرب المفتوحة بكل أبعادها على أمة العروبة والإسلام التي لم تكن الحرب الإسرائيلية على غزة إلا إحدى حلقاتها. يومها استنكر المعارضون السوريون هذا الموقف المضحك متسائلين: أليس نظام الأسد هو أكبر المتاجرين بالحرب على غزة ووجوده ضرورة لإسرائيل لا ضرر لها؟ والبيان بالبيان يذكر، فبيان إدانتهم للقصف الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية يشبه ذاك. في كتابه يقول برهان غليون: الإخوان يتحمسون حيث توجد نشاطات تخدم أهدافهم، ولا يترددون في تعطيل أي مشروع لا يفيدهم، يعني أنهم لا يقدمون على شيء ولا يتحمسون لشيء إلا خدمة لأنفسهم ولمشروعهم. وربما حماستهم لإدانة القصف الذي استهدف ميناء اللاذقية تصب في هذا الإطار، يعني أن الجماعة يسلفون موقفا لغاية في نفسهم كي يجنوا ثماره لاحقا. هذه الجماعة التي اعتبر السوريون في بداية الثورة أن لديها رصيدا في العمل السياسي وخبرة في معارضة النظام تصر على أن تخيب أمل الثوار في البداية وفي الختام، ولا يهمها أن تستفز ملايين السوريين، ولا يستوقفها إنكال لها كل أشكال الشتائم والمسبات. اليوم لا نبالغ إن قلنا إن من أكثر الأخبار التي تشفي صدور السوريين هي أخبار القصف الإسرائيلي لمواقع إيران وميليشياتها. وافتحوا مواقع التواصل الاجتماعي وشاهدوا موقف السوريين الداعمة والمرحبة والمتحمسة للضربات الإسرائيلية أو أي ضربات حتى لو كانت من المريخ على مواقع إيران وأسد وميليشياتهم، بل ويتطلعون للمزيد من هذه الضربات التي يوقنون أنها لم ولن تستهدف المدنيين. وهذا يعرفه حتى موالو النظام الذين وقفوا بالأمس على شرفات وأسطح منازلهم يصورون القصف الإسرائيلي، واثقين أن هذا القصف لن يمس شعرة منهم. وبإمكانكم مقارنة هذا المشهد مع مشهد رمي البراميل المتفجرة على رؤوس السوريين الذين لم تكن تتسع لهم الأرض وهم يحاولون الاختباء والفرار من القصف وهم يحملون أطفالهم على أكتافهم. بالعودة إلى موضوعنا، فإن الإخوان يثبتون كل يوم أنهم إخوان لبعضهم وليسوا إخوانا للسوريين، وكل أفعالهم كانت بعكس تيار الشارع السوري الثائر. ذهبوا لأستانا والسوريون رافضون، وذهبوا لسوتشي والسوريون رافضون، وذهبوا للجنة الدستورية والسوريون رافضون، ثم يأتون ويقولون لك إن كل من حضر في هذه المواقع لا يمثلنا. واليوم كل السوريين يهللون لضرب إيران وأذرعها في سوريا، وهم كعادتهم في غير واد يهيمون، وإلى روسيا في الليل يتسللون، ولإيران طقوس الطاعة والولاء يقدمون، ونحن جميعنا نعلم أن هؤلاء مجرد خوائن لا قوة ولا قدر ولا فاعلية ولا هم يحزنون. والسؤال الذي يطرحه السوريون ولسنا نحن: هل الإخوان مع الثورة السورية أم مع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني؟ هل البيان الإخواني جهل سياسي أم هو تقارب مع المشروع الإيراني وتطلع للتوحد مع بشار وإيران تحت سقف النظام؟ ثم إذا أردنا أن نذهب إلى منطقهم وقياسهم الذي يتذرعون به بأن القصف هو قصف مناطق سورية، لماذا لا يدينون إذن القصف التركي؟ أليس هذا أيضا يستهدف مناطق سورية؟ ولكن في المقابل، لماذا كل هذه الهبة وهذا الهجوم على الإخوان؟ أليس صحيحا أن بيان الإخوان ينطلق من مسلمة وجود مؤامرة على سوريا كوطن ومقدرات، ويشترك بهذه المؤامرة إسرائيل وإيران والدول الكبرى، كما يقول أحد المؤيدين للإخوان؟ مرحبا بكم إلى تفاصيل. سوريا وطن الأحرار.
أرحب بضيوفي عبر سكايب من اسطنبول بالدكتور ملهم لدروبي رئيس جامعة رشد الافتراضية. من عمان أرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ زياد الريس، كما أرحب بضيفنا من غازي عنتاب التركية بالدكتور نور حمدان مدير مركز مناصحة للدراسات. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إلى تفاصيل أبدأ معك دكتور نور حمدان. لدي قبل أن ندخل ونغوص بالنقاش حول بيان الإخوان المسلمين المدين للقصف الإسرائيلي على ميناء اللاذقية، لدي بعض الأسئلة تحتاج إجابة بنعم أم لا لنضع النقاط على الحروف أمام المشاهدين اليوم اللي تفاجأوا إن صح التعبير بهذا البيان. الإخوان المسلمون هل هم مع التواجد الإيراني في سوريا، نعم أم لا؟ أكيد لا. هل يعتبرون الروسي عدو لهم ومحتل؟ طبعا عدو ومحتل. والإسرائيلي؟ والإسرائيلي عدو. جميل. في تقرير اليوم نشر على موقع أورينت تقرير استقصائي وإحصائي لمركز جسور للدراسات يتحدث أنه عام 2020 حتى نهايته هناك 597 موقعا للقوات الأجنبية كلها، الروسي والإيراني والأمريكي والتركي داخل الأراضي السورية، 597 موقعا، 333 موقعا منهم لإيران. هل أنتم مع استهداف المواقع الإيرانية أو مع وجودها؟ حياك الله. ممكن يعني نبدأ بالمداخلة، فأنت بدأت معي في نعم أو لا، لكن الموضوع معلش بس هذا السؤال الأخير قبل أن أسألك السؤال المحوري، هل أنتم مع استهداف المواقع الإيرانية هذه المنتشرة على كافة الجغرافيا السورية؟ نحن مع استهداف هذه المواقع من العدو الإسرائيلي للعدو الإيراني. لا بالمطلق 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 معها أم لا؟ طبعا مع استهداف هذه يعني مواقع. جميل. يعني يتساءل أحد السوريون، الصهيوني عدو، الإسرائيلي عدو، بس اسمع لي السؤال لو سمحت، الإسرائيلي عدو والإيراني وفق مسلماتكم وأدبياتكم أي جماعة الإخوان المسلمين أيضا عدو، عدو يضرب عدو، فلماذا الإدانة؟ تفضل. تمام. حياكم الله، حيا الله الضيوف الأكارم. في الحقيقة نحن يعني إذا أردنا أن نتحدث عن مشكلة يعني نكون أكثر موضوعية في الحديث عن هذا الموضوع. طبعا أنا أرى يعني المشكلة في البيان هو العنوان العريض، يعني هو بيان إدانة لهذه الضربات، هو يعني هنا المشكلة الحقيقية. يعني لو كان البيان هذا توضيح أمر أو مثلا أن يذكر تهنئة مثلا لضربات يعني ضرب من العدو الإسرائيلي للعدو الإيراني لكان يمكن ما حصل هذا اللغط كله، بالرغم أنه مضمون البيان يتحدث عن يعني مشكلات موجودة، أنه يعني هذا العدو الصهيوني يقوم بضربات ضد المواقع الإيرانية بين قوسين، يعني مواقع هي شحنات إيرانية وبجانبه أيضا أماكن روسية لا يضربها. فالموضوع هو الحقيقة هو معقد، يعني مضمون البيان لا يوضح انه في مبارك او في طيب الموضوع معقد ونحن بدنا نبسطه يا دكتور نور، نحن مهمتنا في هذه الحلقه امام المشاهدين الكرام انه نبسط التعقيدات. ما سبب يعني الادانه؟ سبب ادانه جماعه الاخوان المسلمون للقصف الاسرائيلي اللي هو عدو لمواقع ايرانيه اللي هي ايضا عدو وفق ادبياتكم وفق افكاركم. طب لا طبعا ادبياتنا انا مالي من جماعه الاخوان المسلمين حتى يعني يتوضح هذا الامر للمشاهد كريم، أنا لست منتسبا للجماعة. نعم. أنا مستغرب صراحة، لا يوجد إخواني يقول أنا من الإخوان ومع فكر الإخوان. أنا يعني ابن الثورة السورية، خرجت الثورة السورية من سوريا، فأنت يعني لما بتقول لي وفق أدبياتكم، نحن لما كنا ندرس التربية الشرعية فكان أستاذ القومية أيضا، مع أنه نحن يعني جيل بعد الثمانينات، فكان يقولنا أنتوا إخوان، مع أنه ما كنا نعرف الإخوان ولا نعرف يعني سبب خروجهم وكذا. يعني لما كنا بس جميل أنك السابق. جميل أنك أعطيتني مناسبة لشيء تذكرته حاليا، أنه شخص موجود بالحلقة، طبعا نحن معروف في برنامج تفاصيل وفي أوريان دائما نحاول أن يكون كل الآراء، وكنا حريصين منذ بداية هذا اليوم لساعات طوال أن نستضيف أحد من جماعة الإخوان المسلمين، ولكن الجميع رفض. سأذكر بعض الأسماء بس للمشاهدين ويمكن يسمعوها أصحابها: مصطفى بارودي، الدكتور محمد وليد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، الأستاذ زهير سالم القيادي في جماعة الإخوان، عمر مشوح قال أنه خارج القيادة
قيادة الإخوان الرسمية منذ عام 2019، سعد الخطيب وأسعد حتى رعد من المكتب الأستاذ الإعلامي زهير الحالي للجماعة، كلهم رفضوا يا دكتور نور، ولا أحد، ما بعرف ليش خجلانين إذا هن عن تبنوا موقف وموقفهم واضح، ليش خجلانين يطلعوا ويوضحوا للناس يعني هذا الموقف أنا المفسد؟ تابعت بعض ردود الأفعال في موضوع يعني زهير سالم، هو يقول أنه أيضا يعني ترك الجماعة ليس في منصب قيادي وكان الناطق الإعلامي، لكن علق على الفيس على هذا الموضوع، يعني طبعا دافع عن البيان وبين وجهة نظره في هذا الموضوع، أنه هو ليس بيان يعني بمعنى دفاع عن إيران، وإنما هو توضيح موقف، توضيح موقف، ويعني طيب لماذا خلينا نرجع يعني لموضوعنا، أصدر معلش هذا البيان. خلينا نرجع لموضوعنا، أعتقد أنت هو كيف قرأت التوجيه، البيان؟ يعني هذا البيان كيف أنا قرأته قرأته كموقف؟ الحقيقة، يعني أنا استغربت من هذا البيان، يعني لا أقول لك أنه استغربت، لكن المضامين لا توحي بالشيء الذي نحن أيضا نتحدث عنه، من أنه هن يدافعون عن الوجود الإيراني وأنه إيران مثلا الإخوان موجودين مع إيران، ويعني هذه اللوازم التي نحن وضعناها هي ليست موجودة في هذا البيان، لكن توقيت البيان ويعني العنوان العريض للبيان طبعا فيه مشكلة. فاليوم أنت يعني كيف لما تصحح أنه هذا العنوان دكتور؟ إذا ما قلنا لك صححنا هذا العنوان. إما أن يكون ببيان توضيح سياسي، توضيح موقف، أو مثلا ببيان تهنئة للضربة العدو الإسرائيلي للعدو الإيراني، لأنه إحنا مع أي ضربة سواء كانت للنظام ولا كان للإيرانيين ولا كانت للروس، وطبعا موقفنا واضح من النظام هنا النقطة الإيراني. الفاصلة، لماذا أنتم وشريحة واسعة جدا من السوريين تؤيد الضربات مهما كانت على إيران حتى وإن كانت إسرائيلية، أما جماعة الإخوان المسلمين فيرفضونها ويعتبرونها اعتداءً؟ كما قلت لك مضمون البيان لا يبين يعني ما قلت فيه، انه هو فعلا يعني هن مثلا مزعوجين من الضربه الاسرائيليه، لكن هم يقولون بانها ضربات وهميه وخلابيه، وفعلا يعني نحن الان يعني صرنا نشوف الضربات الاسرائيليه للنظام السوري على يعني مثلا اول فتره كنا مثلا مسرورين لما بنسمع ببعض الضربات، لكن بالاخير يعني هذه الضربات الاسرائيليه نرى انها فعلا تدعم شعار المقاومه والممانعه، يعني مثلا اليوم النظام السوري لما بقول لك انا شعار المقاومه والممانعه، والجزائري مثلا لما بيشوف انه اسرائيل عم تضرب النظام السوري، طبعا مثلا انا ضربت مثال الجزائر لانها بعيده عن الحدث، بقول لك هذا النظام السوري هو يعني فعلا شعار المقاومه والممانعه وهو امام العدو الاسرائيلي. فالحقيقه يعني مثل هذه الضربات تعطي شرعيه فعلا لوجود النظام، انه هذا النظام على حق، لماذا على حق؟ لانه اسرائيل هي التي تضربه، ونحن نعرف المشاعر يعني عند يعني جميع المسلمين وجميع العرب لما بيشوفوا مثلا ضربه من اسرائيل لعدو معين، فهم مثلا يعني مثلا يرون انه هذا العدو الاسرائيلي يضرب فهو ظالم، لكن الحقيقه الموضوع بس هو يحتاج يضرب الى مواقع توضيح اكثر إيرانية من ذلك. فيها صواريخ إيرانية فيها طبعا أسلحة إيرانية، لكن والميناء لا أيضا صحيح مهمته تصدير أيضا المخدرات نقل إلى كل دول شحنات العالم، ايضا، يعني هذه نعم خدمة للبشرية. المخدرات والشحنات، لذلك هذا الموضوع يحتاج الى توضيح دائما، يعني نحن يجب ان نوضح موقفنا. انا استغربت يعني مثلا عند حديثي مثلا مع بعض الاخوه في المغرب يرون انه هذا النظام مقاوم وممانع، طب هم من اين ياخذون هذه الاخبار؟ ياخذونها من مثل هذه الحوادث، لذلك نحن دائما لازم نوضح لهم اننا نحن مع هذه الضربات وهذه الشحنات هي لقتل الشعب السوري، وانه يعني اسرائيل تعطي ذريعه لوجود هذا النظام تحت شعار المقاومه والممانعه. انا قلت لك من البدايه انا مع يعني خطا في التوقيت وخطا في العنوان العريض للبيان، لكن المضامين لا تحمل ما نقوله من انه هو فعلا يعني يعني ادانه لاسرائيل لانها ضربت يعني على العدو طيب الايراني، لكن لابد ان نوضح ايضا موقفنا من هذا الموضوع، يعني مثلا ما هي الاهداف التي تحققت من هذه الضربه؟ نعم في الظاهر ضربة شحنات، لكن أيضا في عندك يعني تبرير لوجود النظام السوري أنه هو نظام مقاوم ممانع، تماما كما يحصل مع حزب الله بيضرب كم صاروخ لإسرائيل من أجل أن يثبت شرعيته أنه أنا موجود وأنا ضد إسرائيل، وبيأخذ يعني على هذه الضربات بيأخذ دعم من يعني مشاعر يلعب يعني هذا النظام، وإسرائيل تدعمه أيضا في هذا طيب الموضوع، يلعب هذا بمشاعر سياق آخر، كثير. بس سياق آخر، وضحت هذه النقطة دكتور نور، أعود إليك بعد قليل، أنتقل إلى عمان وضيفي من هناك الكاتب الصحفي الأستاذ زياد الريس، مرحبا بك معنا أستاذ زياد. آخر التقديرات حول المبالغ التي قد تكلفها إعادة الإعمار في سوريا على ما أظن وصلت إلى 800 مليار دولار، تقديرات أولية، يعني أنه هذا النظام خلال 10 سنوات هو وداعموه دمروا يعني بنى تحتية و مدن وقرى
تحتاج إلى سنوات ومبالغ مالية هائلة لإعادة إعمارها أو ترميمها أو إصلاحها مهما اختلفت المسميات. اليوم لماذا تهبون ضد جماعة الإخوان المسلمون وهم ينطلقون في إدانتهم للقصف الإسرائيلي على ميناء اللاذقية، بأنه بالنهاية هذه أراضينا، ومثل ما قال أبو الفرات هذا الجيش جيشنا وهذه الدبابات دباباتنا وهذه الأرض أرضنا. يعني اليوم أنتم أعداء بين بعضكم وأعداء بالنسبة لنا، روحوا تقتلوا ضربوا بعض برا سوريا، نحن أكبر الخاسرون من خلال هذه الغارات حتى وإن كانت بين عدوين. ما رأيك بهذا الطرح؟ مساء الخير لك، مساء الخير للسادة المشاهدين. طبعا أولا كمان هي العادة، يعني لا يوجد ضيوف للإخوان، الإخوان يتحدثون أنهم الأغلبية والأكثرية، ولا تجد أي شخص يعترف أنه إخوان. لذلك نحن نجيب الآن بشكل عام، يعني ليس على السادة الضيوف. أولا إذا كانوا يعتبروا أن ميناء اللاذقية هو أراضي سوريا، وعندما استهدفت شحنة صواريخ إيرانية ألمتهم كثيرا حقيقة، يعني للإخوان لاحظنا أنهم يعني ألموا لهذا الحدث كما ألم له الحرس الثوري، اعتبروه أرض سوريا. قبل 3 أيام فقط أقرت حكومة إسرائيل توسيع الاستيطان في الجولان المحتل، كان مناسبة سياسية أهم لمن يتحدث ويدعي الوطنية، كان مناسبة سياسية أهم أن يصدر بيان يدين توسيع الاستيطان في الجولان كونه أراضي سوريا، ويعرج على مبيع الجولان من قبل حافظ الأسد ووريثه بشار الأسد، ويحقق حقيقة فضيحة كبرى، لكنه يريد أن يقدم بطاقة انتساب لحزب الممانعة والمقاومة المزعوم، يعني هم يريدوا أن يقولوا أن هذا مدان لأنهم قصفوا إيران. عندما كانت الإخوان تدعم الفصائل المتطرفة في سوريا وكانوا يوجهونهم أن عليكم أن تستهدفوا التجمعات السكانية سواء كان في دمشق في حلب، ما دعموا هذه اتهامات، هذه مجرد اتهامات لا دلائل عليها. وين دعموا الإخوان فصائل إسلامية؟ نعم. كل الفصائل التي كانت تتلقى أموال من الإخوان وكان يجمع لها الأموال، وعلى رأسهم جبهة النصرة، كل هذه كانت تنفذ أعمال خارج أراضي سوريا، ألم يكن تستهدف المدنيين؟ أنا لدي ثقة تامة أن تطور السلاح الغربي الذي تستخدمه إسرائيل كافي أن يعطينا ضمانات أنه لن يقتل الأطفال والنساء. أما الكاتيوشا التي كانت تعطى والهاون التي تعطى لبعض الفصائل لتستهدف بعضها، ألم يغذي الإخوان خلاف جيش الإسلام وفلق الرحمن في الغوطة الشرقية ويضخوا مئات الآلاف من الدولارات ويضخوا الأحاديث ويشعلوا حرب راح ضحيتها قرابة 700 مقاتل، غير ما راح ضحيتها من المدنيين، واعتقلت النساء ثم عندما خرجوا إلى الشمال بوسوا شوارب بعض لأنه خلص انتهت القصة. يعني هذا إذا بماذا تصف هذا البيان؟ لأنه أنا بسمعت ردود أفعال جدا منددة، بس بدي أسمع وجهات نظر مختلفة. بماذا تصف هذا البيان الصادر عن الإخوان المسلمون في سوريا؟ حقيقة يعني الإخوان المسلمون تحدث عن فرع سوريا لأنهم لديهم أفرع كثير، وفرع سوريا معروف أنه لا يمتلك قرار. يبدو أنهم أوشكوا أن يدخلوا ضمن محور أسيتانا تحت إشراف تركيا وإيران وروسيا. عندما نتحدث أسيتانا تحدث عن الثلاثي، يعني لا حد بكرة يجي لي أنا من ضمن أسيتانا مع الطرف التركي. حبيبي هذا مؤتمر واحد اللي بيحضر فيه وبينفذ مقرراته، ويبدو أنه بدأوا بالإدانة وتحدث عن إسرائيل لكي يرضوا الطرف الإيراني الذي سيعطيهم ربما جزئية أو يعطيهم جزء من السلطة المقبلة في سوريا تحت إشرافه وإشراف الروس بالتشارك مع النظام، لأن هذا هدفهم وليس لديهم هدف آخر. هم لا علاقة لهم بثورة الشعب السوري، ولن يكونوا يوم جزء من هذه الثورة. هؤلاء الأشخاص يبحثون عن مصالح، وهذه المصالح تتبدل. بس النقطة اللي بدأنا فيها معك زياد، النقطة أنه نحن من يدفع جزء كبير من الثمن، يعني ميناء اللاذقية هذه ثاني مرة ميناء تجاري، ثاني مرة يقصف، على ما أظن إن لم يخرج حاليا عن الخدمة ضربة ثالثة يخرج عن الخدمة. هذه البنى التحتية لنا من أموال السوريين، هي وغيرها عندما تدمر نحن من يدفع الثمن. إن أراد الإسرائيلي أن يقصف الإيراني فليقصفه في عقر داره، والعكس بالعكس أيضا. لذلك الأخوان من هذا المنطلق يقولون يا أخي نحن لا نريد أن ندفع ثمن، لذلك ندين أن تكون هذه الغارات تصفية الحسابات، القتال بالوكالة أن يكون على أراضي سوريا. ما العيب في هذا المنطق؟ أليس منطلق وطني في الحديث أو في الرؤى والبيانات والمواقف؟ يعني هذا الموقف
يجب أن يقدموا أولاً موقف حقيقي لإخراج إيران من سوريا، لا أن يصمتوا عن الوجود الإيراني في سوريا 10 أعوام ويذهبوا إلى أستانا ويجالسوا الإيراني هناك ويجاملون جماعة إيران في لبنان ويكونوا شركاء مع حزب الله ويكونوا شركاء مع كل من يتلقى دعم من إيران، ثم يأتوا لهذه الجزئية. يعني هم لم يختلفوا كثيراً عن النظام بهذه الحالة. النظام يقول أن اعتداء على السيادة، اليوم ذكروا بالبيان كلمة سيادة سوريا. يعني هم يعني انت عندما تريد ان تتحدث بهذا المنطق يجب ان تكون قد قطعت اشواط طويله وانت تمانع وتقاوم الوجود الايراني، يجب عليك ان تقاطع اسيتانا وان تتهم التركي انه بات يعطي شرعيه للوجود الايراني، اليس التركي شريكك كما تقول انت ايها الاخواني؟ لماذا لا تضغط على التركي وتقول له لا اريد ايران في اسيتانا؟ لانها بهذا الشكل حصلت على شرعية، ألا يعطي هذا شرعية لإيران؟ عشرات آلاف الشرعية التي تحدثوا عنها من خلال أن القصف سيعطي النظام مظهر المقاوم والممانع. طيب. يا سيدي، وفي حال لم تستطع أن تقصفهم إسرائيل سيقول لك النظام ربح المعركة مع إسرائيل ولجم إسرائيل عن قصف إيران وقصف مواقعه، سيحققونه أنه بطل، وما همي أنا ماذا يقولون إذا كان سيفوز بالمعركة مقاوم ممانع. هناك عدو موجود في سوريا، هذا العدو الموجود في سوريا يقصفه عدو آخر هو العدو الإسرائيلي. يا أخي احتروا بعض، اطلع برا اللعبة أنت، بس أنت بدك تكون شريك باللعبة. أنت اليوم طالع بيان ومتعذب، ناسي الجولان وناسي الوجود الحرس الثوري. يا سيدي أنا أعطيك معلومة، الإخوان المسلمين من خلال الأموال التي يضخونها في سوريا لديهم في كل موقع حساس في سوريا عين مخبر جاسوس، لماذا لا يخرجون لنا معلومات ويتحدثوا عن الوجود الإيراني وعن الكبتاغون عن مصانع المخدرات؟ أم هم شركاء بتوزيع المخدرات مثلا؟ نحن سمعنا كثيرا أن المخدرات التي تدخل إلى تركيا وتخرج من مرسين إلى أوروبا أو تباع في تركيا، أن هناك عدد من قيادة الإخوان لهم يد بهذا، هكذا سمعنا. لماذا لا تفضحون هذه الجرائم؟ اليوم أطفال الغوطة الشرقية يتعاطون حبوب الكبتاغون بمبلغ 700 ليرة سورية، ويبيع هذه الحبة بمبلغ 1000 ليرة سورية، يتعاطى نصفها ويبيع نصفها أحيانا. يا أخي وينكم؟ عندكم كل هالقوة وعندكم بيانات وعندكم أشخاص وعندكم كلكم ما شاء الله دكاترة وكلكم معكم جنسيات وكلكم موجودين بمراكز أبحاث، تصمتوا بس لما انضرب ميناء اللاذقية وضربت على 4 حاويات. وضحت الصورة، وضحت الصورة، كانت عظيم. طيب اسمح لي أن أتوقف عند هذه النقطة وأعود إليك من جديد إلى اسطنبول، وضيفنا من هناك دكتور ملهم ندروبي رئيس جامعة رشد الافتراضية، مرحبا بك معنا دكتور ملهم، اعذرني على الإطالة عليك. أحد التعليقات للنشطاء بعد أن صدر البيان عن جماعة الإخوان المسلمون في سوريا يقول لك تباكى البعض على قصف الميناء، أنا أنقل حرفيا، يعني هل هو سياسة أم تقية أو تقية، ما بعرف كيف اللفظ تبعها، أم عمالة؟ برأيك أيهما أو أيهم هذول الثلاثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني أنا وجدت في تحيز وفي تنمر وفي أيضا عدم حيادية في التقرير الذي قدمته حضرتك وفي مداخلة الأستاذ الرئيس في من عمان. وسمعتي قلت لك كم شخص حاولنا نتصل فيهم من الجماعة لا يطلعوا ونعطيهم مساحة ورفضوا. أمر عائد لهم، أمر عائد لهم. أما ما ذكرته حضرتك أيضا وأيضا التساؤل اللي ذكره رئيس في من عمان أنه لا يوجد أحد من الإخوان يقول أنا من الإخوان، غير صحيح. أنا عندما كنت عضو قيادي في الإخوان ظهرت على الإعلام مئات المرات وكنت أقول أنا عضو قيادي في الإخوان مثلا، وغيري من قيادات الإخوان ظهروا مئات المرات آلاف المرات وذكروا صحيح أنهم، وعندما شقيت خلاص لم تعد منهم. إيه، لكن أنا أنفي التساؤل أو الاتهام بأنه الإخوان لا يوجد أحد من الإخوان يقول أنهم من الإخوان، هذا طيب. غير صحيح. طيب الأمر الثاني واللي هو أيضا مهم أنه الموقف الإخواني السوري من إيران موقف واضح جدا واضح جدا. الإخوان يعتبرون إيران عدو محتل لسوريا. طيب. وهناك بيانات رسمية في ذلك وهناك مواقف رسمية بذلك وهناك تصريحات صحفية وإعلامية بذلك. فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يقول أن موقف الإخوان من إيران هو موقف غامض أو أنهم فيه تقية أو أنهم يتقربون من إيران، هذا غير صحيح كذلك الأمر. النقطة الثالثة
اللي يتهم فيها السيد الرئيس من عمان أن الإخوان مولوا النصرة وأن الإخوان مولوا الفتنة التي كانت في الغوطة بين جيش الرحمن، بين جيش الإسلام فيلق وجندي الرحمن. الرحمن، هذا أيضا غير صحيح. هذا أيضا غير صحيح. أبعد ما يكون الإخوان عن النصرة، وأبعد ما يكون عن إثارة الفتنة في الغوطة. أنا أذكر للحقيقة وللتاريخ وللمستمعين، عندما قامت الفتنة في الغوطة بين جند الرحمن وجيش الإسلام، اتصلت بالسيد محمد علوش أنا شخصياً، وكنت عضو قيادة في الإخوان في ذلك الوقت، وطلبت منه أن يأتي بثلاثة من مشايخه، وأن نأتي نحن الإخوان في أيضاً بثلاثة من مشايخنا كي نوقف هذه الفتنة. ذهب ولم يعد محمد علوش، ذهب ولم يعد. الإخوان أبعد ما يكون عن إثارة الفتن بين الناس. أنا لا أمثل الإخوان، أنا أريد أن أؤكد أنني لا أمثل الإخوان، لكن لا أقبل أن يفترى عليهم كذلك. طب خليني أسمع رأيك الواضح والصريح بالبيان الذي صدر عن الإخوان المتعلق بقصف إسرائيل لميناء اللاذقية وشحنة الأسلحة الإيرانية هناك. نعم، هذا البيان نريد أن نسأل أنفسنا أو نسأل الإخوان إن أجابوكم، ما هو الهدف من هذا البيان؟ لماذا أصدروا هذا البيان في هذا الوقت؟ وهل حقق هذا البيان أهدافه المنشودة؟ إسرائيل قصفت وتقصف مرارا وتكرارا في سوريا، في اللاذقية، وفي حمص، وفي بادية الشام، وفي ريف دمشق، وفي دمشق، وفي درعا، وفي الجولان، يقصفون بشكل دائم. فلماذا الآن بعد قصف ميناء اللاذقية للمرة الثانية يصدر بيان من جماعة الإخوان المسلمين يدينون هذا الاعتداء؟ أنا في اعتقادي وتقديري هم يريدون، الإخوان يريدون أن يؤكدوا حقيقة انتمائهم للوطن ودفاعهم عن الوطن، وأن هذا الوطن سوريا أعني هو وطن للجميع، ولا نريد كإخوان أن يدمر البلد. هل وفقوا في تحقيق هذا الهدف؟ أنا أعتقد أن البيان لم يكن موفقا، ولو أنهم استشاروني لأشرت عليهم بعدم إصداره. بعدم إصداره كليا أم تعديله؟ بعدم إصداره كليا، كله على بعض. لا أجد له هدف، ولا أجد له توقيت، ولا أجد له مبرر أنا شخصيا. هناك محتلون رسميون لسوريا، إيران، روسيا، موسكو تتكلم عن سوريا وكأنها ولاية من ولاياتها. ممثل روسيا في الأمم المتحدة يتكلم ويصوت وكأنه ممثل سوريا. بس بدي أرجع لنقطة حضرتك ذكرتها مهمة جدا، وهي تساؤل أنت أجبت عنه، أنه ما الهدف من إصدار هذا البيان في هذا التوقيت؟ أراد الإخوان أن يظهروا أنفسهم أنهم وطنيون وحريصون على مصلحة هذا الوطن. هل هذا الجواب وحده مقنع، أو هذه الزاوية النقطة وحدها مقنعة؟ طيب لما في آلاف القصف من أطراف مختلفة على سوريا لم نسمع إدانات؟ لأنه في، لأنه بصراحة بس أعطيك يعني بس أعطيك هذه الجملة وأترك لك وقت دكتور ملهم، تسمح لي؟ لأنه في آراء، لأنه في آراء تقول بشكل واضح وصريح هذا البيان هو تماهي واضح مع المشروع الإيراني، تماهي من قبل الإخوان. غير صحيح على الإطلاق، غير صحيح على الإطلاق. البيان يدين الإيرانيين، والمواقف الإخوانية الرسمية يدينون الإيرانيين ويعتبرونهم محتلين، ويعتبرون عصابات التابعة لحزب الله واللبناني والعراقي والفاطميون وغيرهم، وكل عصابات الطائفية التي تحتل أجزاء من سوريا يدينها بشكل واضح ومباشر. لا يوجد تقارب بين الإخوان السوريين والإيرانيين على الإطلاق، لا، بل هناك تباعد بين الإخوان وبين حماس، الإخوان السوريين كأنك في بالي وحماس الفلسطينية. والله كأنك في بالي، بدي أسألك موقفهم من حماس. شو موقفهم من حماس إخوان سوريا؟ عفوا، ما موقف إخوان سوريا من حماس، حركة المقاومة الإسلامية اللي هي إخوان أيضا في غزة؟ غير موافقين على الموقف الحمساوي من إيران، لأن نحن نعتبر إيران عدو حقيقي، وحماس تعتبر إيران داعم لها.
فهناك متى قالوا هذا الكلام دكتور؟ لم أسمع ولا بيان أو موقف بهذا الصدد. لا يا أخي، مرارا وتكرارا أرجع للبيانات وأرجع للمقابلات الصحفية وأرجع للتصريحات التي أنا كنت أصرح بها، وأنا كنت عضو قيادة في ذلك الوقت. أنا لا، عندما أتكلم صح أتكلم برأيي الشخصي، لكن لا أخرج عن السرب عموما. الآن هل هذا البيان موفق؟ أنا لا أعتقد أنه موفق، لأنه ما في داعي له. يعني الضربات الإسرائيلية على ميناء اللاذقية وفي دمشق وفي ريف دمشق وفي كل مناطق سوريا حمص وغيرها، يعني بماذا تختلف عن ضربات موسكو الروسية؟ وبماذا تختلف بالاحتلال الإيراني؟ هناك محتلون كثر لسوريا ونحن ضد كل هؤلاء المحتلين. جميل، إذن ماذا تنصح أصدقائك في الجماعة؟ ماذا تنصحهم بعد أن خلاص صدر البيان؟ ماذا تنصحهم أن يتصرفوا؟ يصدروا بيان آخر توضيحي، يسحبوا البيان، يعتذروا للشعب السوري عن ما صدر في هذا البيان، ولا كيف؟ سأجيب على هذا السؤال، لكن كنت أريد أن أكمل قضية. لو أن إسرائيل كانت صادقة في دعمها للشعب السوري، طب ما تقصفوا القصر الجمهوري والأوكار المختفي فيها هذا اللعين بشار الأسد وتخلصوا سوريا منه؟ يعني هل إسرائيل عاجزة عن تحديد موقع بشار الأسد وقصفه وتخليص الشعب السوري منه؟ أنا لا أعتقد. إذن ما هذه المسرحيات التي تقوم بها في قصف هنا وهناك؟ هل هي لأجل تخليص سوريا أو الناس الداعمين لإيران؟ حتى إسرائيل لم تدعي ذلك، حتى إسرائيل هي تقول أنها ضربات نوعية تشل حركة إيران وتضعف من إيصال الصواريخ لحزب الله وحماس وتدمر كل المستودعات الذخيرة المتعلقة بإيران والقواعد التي تنشئها إيران. وقلت لك، قلت في بداية الحلقة التقرير اللي بيتحدث عن إعادة تموضع وتمركز مع كثافة انتشار لإيران في الخارطة السورية، تفاديا أيضا للضربات الإسرائيلية. إسرائيل لا تقول أنها تريد أن تنقذ الشعب السوري من إيران ولا أن تسقط النظام أبدا. تمام، جميل. إذا نحن نتكلم عن جهة ما بغض النظر عن توصيفها، تقلل من المقدرات القتالية المعادية للشعب السوري. تمام، يعني هي تقصف مواقع لحزب الله، تقصف مواقع لإيران، تقصف مواقع لبشار الأسد، تقلل من القدرة القتالية لهؤلاء، وهؤلاء كلهم أعداء للشعب السوري. إذن الموضوع مرحب، يفضل يفترض أن يكون. أنا شخصيا أرحب بأي جهة تخلصني من أي عدو. جميل جدا، اسمح لي أتوقف عند هذه النقطة بس للوقت. لكن علينا أن نؤكد هنا مرة أخرى أنهم لو أرادوا دعم الشعب السوري لخلصونا من بشار الأسد. لا خلاف في هذه النقطة على كل الأحوال. أعود إليك بعد قليل للإجابة عن موضوع ماذا تنصح الإخوان بعد صدور هذا البيان، بس بدي أرجع للدكتور نور حمدان مدير مركز مناصحة للدراسات، ضيفنا من غازي عنتاب التركية. هل ترى أبعاد أخرى غير الذي تحدثنا به منذ بداية هذه الحلقة عن الهدف من مثل هكذا بيان في هكذا توقيت؟ أبعاد سياسية، أبعاد براغماتية سياسية كما يقال، تقية كما يتهمون بها؟ تمام، الله يعني أخي الكريم، أنا بس في نقطة أوضحها. صحيح أنا لست من الأخوان، لكن أنا أيضا ضد يعني شيطنة أي مثلا حزب منتسب للثورة السورية أو فصيل منتسب للثورة السورية. نعم، مع بيان الأخطاء وتوضيح للموضوع وأنه فلان أخطأ والجهة الفلانية أخطأت والتيار الفلاني أخطأ، لكن أيضا لابد أنه نرجع على البيانات اللي صدرت. يعني مثلا أنا رجعت الصفحة الرسمية للأخوان بعد البيان، حطت يعني موقفة من خلال مقطع فيديو أنه هي موقفة من العدو الإيراني. لذلك أصلا يعني أي حزب أو أي تيار يفكر أن يتواصل ويعني يتصل مع العدو الإيراني هو انتحار، مثابة انتحار له. الثورة السورية كشفت المشروع الإيراني بشكل كامل، وأيضا الثورة السورية كشفت أن العلاقة بين إسرائيل وعلاقة إيران وأمريكا ما هي علاقة عداء كاملة. يعني إيران دائما تقول الموت لأمريكا. طيب، وضحت، مش ببدأ نتفرع كتير. إذا أنت ضد شيطنة حزب الإخوان المسلمون، وأن لا يستغل البعض أي خطأ لهم
لإخراجهم من سياق الثورة ومن مواقفهم الوطنية. يعني هن مثلا الان لما نقرأ في البيان ما فيه تحميل لهذا الكلام، يعني احنا ناخذ الكلام من بياناتهم. يعني مثلا الاخ الرئيس قال انه هكذا سمعنا وهكذا قالوا وهكذا اشيع. انت لابد ان تاخذ من المصدر الرسمي. المصدر الرسمي انا اقول لك من عدا العنوان العريض الكلام يعني ما فيه هذا، يعني ما تحتاج لهذه الضجه الكبيره. هن يوضحون انه العلاقه بين اسرائيل والعلاقه بين ايران وهذه ضربات وهميه وانه هذه البلد هي يعني بلدنا، لكن انا مع اي ضربه لاسرائيل لاي مكان في يعني عند النظام او ايران او روسيا. يعني مثلا لما بس الاخوان ما عندهم على ما يبدو هذه الرؤيه. حتى بالبيان يا دكتور نور يقول لك، انا اقتبس حرفيا، المخزي في الامر ان الميناء ميناء اللاذقيه يبعد اميال قليله عن قاعات تحميميم الروسيه ومن قواعد اس 200 واس 300 والتي لم تفعل قط ضد الهجمات الصهيونية المتكررة. والأكثر عارا وخزيا، هون اللوم للإخواني للروسي، والأكثر عارا وخزيا ما تفوه به وزير خارجية الأسد فيصل المقداد في المرة الأولى، فقال إنهم يردون على العدوان الصهيوني. يعني باختصار الإخوان خليني كفي الفكرة، بس خليني كفي الفكرة أو السؤال للمشاهد مو لحضرتك. كمل الفكرة أستاذي، كمل الفكرة أنه هو يردون اللي بيقتل أبنائنا بيقصف أبنائنا المدنيين في إدلب وفي لا مو هيك السؤال. السؤال هذا جزء من البيان يوجه لوم للعدو الروسي لدى الإخوان اللي هو العدو الروسي، لماذا لم يدافع عن العدو الإيراني من قصف العدو الإسرائيلي؟ حلل لي هالمعادلة. هو من أجل أن يبين لك يعني العملية المعقدة اللي هي فعلا في داخل سوريا عند النظام. يعني احنا لما بنحسن نحل معادلة انه روسيا هي حليف لإسرائيل وهي حليف بنفس الوقت لإيران، وإيران هو عدو لإسرائيل والنظام هو مقاوم ومانع، وهي قاعدة حميمين موجودة في جانب يعني في جانب الضربات التي كانت، وإسرائيل ما ضربت هذه الأماكن وذهبت يعني الموضوع الإيراني أو للشحنات الإيرانية، فهنا فعلا المشكلة حقيقية. يعني هذا موضوع معقد. أنت ما بتحسن يعني كيف تكون روسيا بنفس الوقت حليف لإيران وحليف لإسرائيل وإيران بتكون عدو لإسرائيل؟ يعني هذا الكلام ينتج عنه أنه يعني هي عبارة عن عمليات وهمية وضربات وهمية هدفها فقط تقوية النظام. لا نناقش في هذه الحلقة نجاعة الضربات الإسرائيلية وما تحققه من أهداف. في سؤال واضح وصريح، الإخوان المسلمون لديهم خبرة طويلة، خبرة سياسية عريقة أكثر من كل المكونات السورية الأخرى التي خرجت بعد أو عارضت خلال العقدين الماضيين. هذا البيان هل هو غباء سياسي؟ هل هو تقية أم أنه تماهي وعمالة مع المشروع الإيراني؟ أكيد هذا البيان يعني هو في غير محله وليس لمصلحة يعني الثورة السورية، وهو اصلا يعني ما بعتقد الاخوان يتعاملوا في التقية في هذا الاسلوب. اما موضوع مثلا الاخوان المسلمون في سوريا عندهم خبرة اكثر من غيرهم، نعم عندهم خبرة كتنظيم، لكن حقيقة العمل السياسي نحن بنعرف بعد عام 1970 ما في اي جهة في عندها خبرة في العمل السياسي بالنسبة للسوريين، لان النظام احتكر ممارسة السلطة واحتكر الاحزاب 40 سنة. فنحن الحقيقة يعني لذلك نحن أصلا يعني 10 سنوات في الثورة السورية، فما ممكن يعني نقول أنه فعلا يعني جماعة الأخوان المسلمين ولا حتى يعني الجماعات والتكتلات الأخرى عندهم خبرة في العمل السياسي في سوريا. طيب من جديد إليك زياد الرئيس الكاتب الصحفي ضيفنا من عمان، إن كان لديك أي تعليق على ما ورد على لسان الدكتور نور أو الدكتور ملهم. يعني طبعا أنا أريد أن أقول عندما قلت أننا هكذا قالوا سمعنا، كنت أتحدث عن المخدرات وصناعة المخدرات حتى لا أتهم الإخوان أنهم مسؤولين عن هذا الأمر. قلت هكذا تماما. أما عندما تحدثت عن الفتنة في الغوطة الشرقية، أنا أتحدث بمعلومات موثقة ولدي الأسماء وأنا ابن الغوطة الشرقية وأنا عاصرت تلك المرحلة يوم بيوم واللحظة بلحظة وأعلم تماما من كان يجمع. هذا مش موضوعنا زياد، يا زياد لتمويل المعارك. هذا أولا لأرد على من قال أن هذا الحديث غير صحيح. ثانيا أيضا نحن لا نشيطن الإخوان، الإخوان لا يحتاجوا إلى شيطنة، مواقفهم واضحة، هم يتصرفون كشياطين تماما. كيف يعني موقفهم واضح؟ موقفهم واضح
من التواجد الإيراني والدعم الإيراني للنظام منذ البداية، هم ضد هذا الكيان وهذا النفوذ. كيف هم ومن الروسي أيضا ومن كل الأطراف موقفهم واضح، يعني موقفهم واضح وإيجابي مع الشعب السوري وليس العكس. أريد أن أقول لك شيء. عندما يقول لك أحد الضيوف أنه تصرح بشكل شخصي وقال أنا أتحدث عن جماعة منظمة سياسية تصدر بيان رسمي، هذا البيان يوزع للجميع، ثم تتراجع عن هذا البيان بمقابلة من أحد الأعضاء أو بفيديو الذي تحدث عنه الآن الدكتور نور، قال أنهم أصدروا، لم يصدروا، هناك فيديو صغير أصدروا أنها تصريحات للمرشد أو للمراقب كما يسمونه، وأنه تحدث عن حزب الله وتحدث عن الحرس. لماذا لم تصدر بيان رسمي بهذا الأمر؟ اجمع بياناتهم الرسمية، هذه البيانات لا توزع بشكل مجاني. هذا ليس شخص، عندما تتحدث بشخص بشكل فردي أنت أقول أن هذه أفكارك وهذه آراءك وهذا خطأك، أما الجماعة لديها مكتب ولديها مرشد ولديها مشايخ ومفتين، لا يصدر البيان هكذا. البيان لم يصدر عن عبث، البيان فيه ما لم يستطع أن يقوله حزب الله والحرس الثوري. ماذا فيه؟ ما أبعاد البيان؟ كلام مباشر. ما أهداف البيان؟ ما أبعاد هذا البيان زياد بشكل مباشر؟ أنا أقول لك وبشكل مباشر، حقيقة الحديث أن الروس كانوا على بعد مئات الأمتار من الصواريخ ولم يبادروا بالرد، هذا الحديث هو حديث النظام والحرس الثوري الإيراني، ويرسلون بشكل غير مباشر وبأسماء وهمية عبر الفيسبوك وعبر الإعلام ليقولوا للروس أنه يجب عليكم أن تتصدوا لغارات إسرائيل التي تستهدف الشحنات العسكرية المتوجهة لحزب الله أو المتوجهة لمراكز البحوث العلمية لتطوير الأسلحة متطورة لدى النظام. إذن هم قالوا ما لم يستطع أن يقوله النظام. هل هناك من دفع لهم أموال ليصدروا هذا البيان؟ لا أستبعد. هل هناك من يدير مصالحهم لصالحه وهم لا يعلمون أين يسيرون؟ لا أستبعد. لكن ما أؤكد أنه لا أستبعده نطاقا أنهم جاهلون وتجار وطن ولا ينتمون للوطن السوري، هم لا يؤمنون بوطنية، هم لا يؤمنون بالوطن. هم جماعة يريدوا أن يحتلوا أكبر بقاع من الأرض، هم يريدوا أن يلغوا كل الحدود، لا يهمهم مصر لا يهمهم سوريا، المهم أين سنحتل الأرض، أين سيكون لنا منصب، أين سيكون لنا أموال. هم بالمناسبة خبرتهم السياسية التي تحدث عنها السوريون هي مرتكزة فقط في العمالة، هم أكثر من يستطيع أن يجمع أموال من المنظمات الدولية ويتباكى على صور الأطفال وعلى المخيمات. وعندما يقول ليس لديهم فصائل يدعموها، يا سيدي فصائلكم هي من قتلت أبناء عفرين، وهي من تحتل الشمال السوري الآن، وهي من أخرجت آلاف السوريين كمرتزقة إلى ليبيا وعادت بهم وأخرجتهم مرة أخرى إلى أذربيجان، هذه فصائل الإخوان المسلمين وهم شركاء في أسيتانا وشركاء في التسليم، والفصائل التي رفضت التسليم في الجنوب السوري أو في وسط سوريا. بس يا زياد أنت هنا تخلط بين أتباع ويعني من يتشاركون ويتقاسمون نظريات وأفكار الإخوان، وبين أن يكون يعني هناك فرق بين أن تتبع لي وأدعمك وأحركك وأن تؤمن بشيء أنا أؤمن به كأهداف كأيديولوجيات كأدبيات، يعني هناك شتان بين هذا الأمر وهذا الأمر. أنت ما تقوله أنه يعني هدول الفصائل اللي راحوا اللي بعتوا مقاتلين على ليبيا واللي احتلوا عفرين، هدول فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا، هلا من يدعمهم فكره إخواني، هذا لا يعني أنه جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم كحزب سياسي هو من يدير هذه الجماعات أو هذه الميليشيات أو الفصائل، سميها ما شئت. أنت تخلط بين الاثنين في حديثك. يا سيدي أنا لا أخلط، أنا أريد أن أقول لك عندما يأتي شخص جهة ما وتقدم لك مسدس، هل ستقتل به أحد؟ كلا. عندما يأتيك المرشد والمفتي الذي نعرف ما توجهه ويحلل ويشرع لك، هذا دوره، هذا دورهم تماما. اقنع، من أقنع البسطاء أن يكونوا مرتزقة في ليبيا؟ من أقنعهم؟ من أقنعهم؟ هل الإخوان كمان وجماعة الإخوان؟ والله يعني لازم تشوف أنت هذول اللي بيسموها الدروس العقائدية اللي تقدم لهي الفصائل، شو مرجعيتها ومين اللي بيقدمها وشو انتماء الأشخاص اللي بيقدموها. يعني إحنا بالغوطة الشرقية كان عندنا سمير كعكة تبع جيش الإسلام، أشبع الدنيا فتن وقتل الجميع بأفكاره، وكنا نعلم تماما لمن يتبع. أيضا بالمقابل كان هناك من يتبع للإخوان يقوم بتقديم أفكار مضادة لأنه ضد سمير كعكة، وصل الأمر إلى حرب قتل بها 1000 شخص. هذا ما يحصل في الشمال السوري، هناك من يقدم دروس عقائدية ويشرع لهم. من قال لهم أن القتال في ليبيا محلل وأنه حسب أنه جهاد وأنه فتح إسلامي وأن هذا دفاع عن المسلمين؟ هو كذلك ما فعلوا في عفرين، هو كذلك ما فعلوا في مناطق أخرى، هذا دور زياد. اسمح لي بالمقاطعة بس لأنه باختصار،
أنت مشكلتك اليوم مع تصرف وأداء جماعة الإخوان المسلمين فرع سوريا أم مع الإسلام السياسي ككل؟ هلا اولا كل شيء اسلام سياسي عندي مشكله معه، كل شيء اسلام، كل شيء سياسه دينيه. لانه معناتها لو عملوا لك سوريا جنه رح تضل تشيطنهم يا زياد بعد تصرفاتهم، كل هاي التصرفات اللي عملوها وكل اللي عملوه. بدك ترجع يعني انت مثلا تخيل بيوم من الايام ممكن نحن نقبل بهذا الفكر انه يكون جزء من وطننا؟ لا نقبل فيه. طيب. لا نقبل فيه هذا الفكر. دماء كثير كثير. يعني اريد ان اقول لك يا سيدي، القاعده خرجت من رحم الاخوان، وداعش خرج من رحم الاخوان، هم كانوا اول من سيس هذه الامور وحول السياسه الى فصائل. هذا 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 موضوع يطول النقاش فيه والشرح فيه، ما ضل عندي كثير وقت استاذ زياد. دكتور ملهم الدروبي، الوقت لحضرتك، وما ننسى سؤال، ماذا تنصح او بالاحرى خليني اسالك، تواصلت بعد اصدار هذا البيان مع اصدقاء لك في القياده موجود حاليا، وجهت النصح، حطيت اشارات تعجب او استفهام حول البيان؟ بدايه انصحك انت حضرتك أن تتخير ضيوفك، لأن هذا الكلام وهذه الترهات التي نسمعها من بعض الضيوف حقيقة تقلل من قيمة البرنامج وتقلل من قيمة قناة أورينت وتدعوني أن لا أشارك. معلش يا دكتور زياد الريس يمثل يعني شريحة، يمثل شريحة عندما نتكلم. يا دكتور عندما نتكلم ويكون، أنا سألتك بالبداية مين سيحضر، ما كنت أعرف أنه اللي بيحضر بهذا المستوى من الطرح. لا ما خلينا نحترم باقي الأطراف لو سمحت لي. جوابا على سؤالك، نعم تواصلت وفهمت كيف صدر البيان ولماذا صدر البيان. الجواب هو كالتالي: من يعلم ويعرف كما أعرف أنا بحكم مشاركتي الطويلة في قيادة جماعة الإخوان المسلمين سابقا، نعم، كيف تتم الأمور يفهم لماذا صدر البيان. في جماعة الإخوان المسلمين السوريين كما في كثير من الأحزاب والجماعات هناك مكتب سياسي. هذا المكتب السياسي له اجتماعات دورية، في الاجتماعات الدورية يراجعون ويتدارسون الأحداث التي تجري في الوطن سوريا وفي الأقليم وفي غيره، ومن خلال مداراساتهم لهذه الأحداث يتخذون بعض القرارات وبعض التوصيات والمواقف. يبدو لي أنه في اجتماعهم الأخير تدارسوا الضربات الإسرائيلية على اللاذقية وتراءوا فيما بينهم لإصدار بيان. هل هذه التوصية وهذا القرار كان صائبا؟ أنا برأيي لم يكن صائبا. هل كان موفقا؟ أنا برأيي لم يكن موفقا. لم يكن هناك داعي لإصدار هذا البيان. أخبرتهم برأيك؟ أخبرتهم برأيك دكتور؟ طبعاً أخبرتهم برأيك. شو كانت ردة الفعل؟ ردة الفعل ما في ردة فعل، قالوا لي شكراً، قلت لهم عفواً وبتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم في المرات القادمة أن توسعوا دائرة الشورى خارج إطار المكتب السياسي كي يشارك الإخوة وغير الإخوة المختصون أيضاً من غير الإخوان أن يعطوكم رأيكم في أي بيانكم تصدروه، لأنه مثل هذه البيانات تعطى حقيقة أكثر بكثير من حجمها وتفسر تفسيرات مؤامراتية، وبيدخل لك زيد وعبيد وبدهم يربطوها بالقاعدة، وبدهم يربطوها بداعش، وبدهم يربطوها بتجارة المخدرات. هذه الترهات يعني حقيقة ما تستاهل أن الواحد يبذل عليها من البث الفضائي تبعكم أي وقت. هل من نصيحة يمكن أن تقدمها اليوم بعد أن صدر هذا البيان للإخوان المسلمين؟ للإخوان؟ أي اعتذار، سحب البيان، توضيح البيان، أي شيء؟ أنا نصيحتي ألا يسحبوا البيان، لأنه سحب البيان إيش معناته؟ معناته أنه أنتم كنت ترجعوا تنكشوا عش الدبابير مرة أخرى، ليش سحبتوا البيان؟ هو البيان لم يكن موفقاً، والعمل الإخواني مثله مثل أي عمل آخر، يعتريه الخطأ، يعتريه النسيان، يعتريه الاجتهادات غير الموفقة. من قال أن الإخوان ملائكة؟ من قال أن الإخوان لا يخطئون؟ طيب أعطيني واحد سوري لم يخطئ. الدكتور برهان غليون اللي أنت حضرتك ذكرته في المقدمة ألم يخطئ؟ فلان وفلان وفلان،
من منا نحن السوريين لم يخطئ؟ إذا لا توجد لديك نصيحة، يعني لا تنصحهم بشيء اليوم، اللي صار صار. نصيحتي أن يوسعوا دائرة الشورى قبل إصدار بيانهم، يوزعوه على المختصين من الإخوان وغير الإخوان، يعني حاولوا يفهموا الآراء اللي ممكن تأتيهم، النصائح التي ممكن تأتيهم قبل أن ينشروا بياناتهم. أشكرك على مشاركتك معنا دكتور ملهم الدروبي، رئيس جامعة رشد الافتراضية، ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول. شكرا للدكتور نور حمدان، مدير مركز مناصحة للدراسات بنغازي عنتاب التركية. أشكر جزيل الشكر الأستاذ زياد الرئيس الكاتب الصحفي، ضيفنا من عمان. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. غدا إن شاء الله حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.